إن محكمتكم وقفت إلى جانب جنوب إفريقيا، ولا بد من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. إن القضية الفلسطينية تذكرنا في جنوب إفريقيا بحقبة الأبارتايد، ونحن من عاش تجربة الفصل العنصري بشكل كبير. وكان هناك في الثمانينات جلسات مختلفة ونداءات من الأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في جنوب إفريقيا. وهنا نستذكر كل تلك الأحداث عندما نتحدث عن فلسطين، فلا بد من أن يكون هناك إجراءات من أجل وضع حد لهذه التجربة المؤلمة. وفي ضوء هذه التجربة التاريخية أتينا إلى محكمتكم الموقرة وتقدمنا بقضيتنا من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. إن الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية محظورة وفق القانون، وهي جريمة حرب ما يرتكب اليوم في الأراضي الفلسطينية من إغلاقات وحرب وغير ذلك. ونحن نرى أيضا ونرى بأن السياسات والممارسات غير الإنسانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتكريس نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية يذكرنا بما ارتكب بشعبنا في جنوب إفريقيا. لقد بدأ هذا النظام في الأربعينيات مرة حتى عام 92 في جنوب إفريقيا. وجنوب إفريقيا والسيد دوستومينو قد قال بأن السود في جنوب إفريقيا يذهبون إلى الضفة الغربية ويصدمون هناك من أفعال المستوطنين وما يرتكب بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن ذلك يذكرهم في جنوب إفريقيا، إذ أنه في الأراضي الفلسطينية هناك المستعمرات اليهودية المقامة تحدي وانتهاك للقانون الدولي. وبالتالي جنوب إفريقيا والدول كثيرة حول العالم تراقب تقارير حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحكم وجود نظامين قانونين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في الضفة الغربية، إذ أن هناك قانون يقدم كل الخدمات وكل منافع وكل أشكال التنمية والتطوير للمستوطنين اليهود ويحرم الفلسطينيون من كل ذلك. أليس هذا هو النظام الفصل العنصري؟ هذا الموقف الذي تبيناه منذ 14 عاما بأن ما يحدث هو فصل عنصري في الأرض الفلسطينية، والوضع الذي يعيشه السكان الفلسطينيون أخذ بالاستياء أكثر فأكثر، لأن حقيقة الفصل العنصري أصبحت أكثر وضوحا وقوة. وليس جنوب إفريقيا والضحايا الفلسطينيين من يقول بأن ما يطبق هو نظام الفصل العنصري، ولكن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية جميعها ترى بأن الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي الذي يقوم على حرمان الشعب الفلسطيني من حقه إنما هو نظام أبارتايد، وإن الاستعمار الاستيطاني الاستعمار الوحيد المتبقي في هذا القرن في فلسطين، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حق وتطوير مجتمعه وحضارته إنما هو فصل عنصري. الشعب الفلسطيني الحق في ممارسة حق تقرير المصير والحقوق غير القابلة للتصرف. وجنوب إفريقيا ترى بأنه لزام على شعبنا وعلى المجتمع الدولي أن يكون هناك ضمان عند نظام الفصل العنصري وممارساته البشعة والمتوحشة بحق الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي، وإن من يرتكب هذه الأعمال الوحشية العنصرية وينتهك القانون الدولي يجب أن يحاسب ويجب أن يساءل.